أعلن وزير الأوقاف محمد الخليل عن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج في أداء فريضة الحج للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة. وكانت السعودية قررت رفع عدد حجاج موسم حج العام الحالي إلى 1 مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية. وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أن موسم حج هذا العام سيكون وفقا لعدة ضوابط، حيث يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما ميلاديا مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة. إذن لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الناطق باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري. سيد حسام، أهلا وسهلا بك. لنوضح بداية أو لربما لنتحدث عن الآلية الآن المتبعة في التسجيل وخاصة الإجراءات المعمول بها فيما يتطلبه ذلك من تحضيرات. تحياتي لكم. الحمد لله اليوم يعني بعد انقطاع دام عامين عن أداء موسم الحج للحجاج من خارج المملكة العربية السعودية، كان اليوم اجتماع لمجلس الأوقاف في مركز الوزارة، وأقر المجلس الترتيبات الأولية المتعلقة بموسم الحج لهذا العام. طبعا بناء على الإعلان السعودي والاشتراطات السعودية، سيكون الحج من مواليد 15/7/1957 إلى مواليد 31/12/1975. هذه الفئة العمرية هي التي يتاح لها حاليا التسجيل للحج. طبعا الشرط الآخر أن لا يكون قد سبق لهم أداء فريضة الحج، وأيضا تلقي جرعتي لقاح كوفيد-19 من اللقاحات المعتمدة. نعم، إذن ماذا عن الفئات الأخرى عندما نتحدث عن هذه الفئة التي تأتي ضمن الاشتراط السعودي؟ فكيف يأتي الدور هنا أو كيف يقسم، خاصة بأن هذه بعض هذه الفئات لم يحن أو لم يكن هناك فرصة لها سابقا؟ سيدتي، نحن الآن يعني في ظرف استثنائي، يعني ففي ظل هذا الظرف يعني نحن نلتزم بالضوابط التي تم وضعها. فكما ذكرتم في التقرير، يعني هم لمواليد 1905، لمن بلغ عمره 65 عام فأقل، هذا الحج مفتوح لهذه الفئة العمرية. لكن أنا أريد أن أشير أن طبعا التسجيل، الوزارة فتحت الآن بوابة الإلكترونية للحاج اللي هي حاج.gov.jo، وطبعا اعتبارا من صباح يوم غد، وسيستمر التسجيل لغاية يوم الخميس 21/4/2022. طبعا يشترط ابتداء قبل دفع رسوم رسم الاشتراك في الحج لهذا العام البالغ 200 دينار أن يتحقق الحاج من استكمال الشروط وتحقق الشروط به قبل دفعه لهذه المبالغ. الدفع طبعا يكون عبر نافذة إي فواتيركم أو من خلال مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني. نعم، وما هي أبرز هذه الشروط لربما المتعلقة بالجوانب الأخرى إضافة إلى العمر المحدد؟ أن لا يكون قد سبق لمن يرغب بالحج هذا العام الاشتراك أن يكون حج سابقا، وأيضا تلقي جرعات فيروس كورونا. دعيني أشير أيضا سيدتي إلى قضية حجة المدخرين في صندوق الحج. المواطنين المدخرين في صندوق الحج بمن استكملوا مبلغ 3000 دينار في رصيدهم قبل تاريخ 1/7/2016 بإمكانهم طبعا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق. وأما بالنسبة للمرأة أو التي ترغب بالحج هذا العام وترغب باصطحاب محرم معها، فيشترط طبعا حتى يكتمل تسجيلها أن تكون قد استكملت مبلغ 6000 دينار قبل التاريخ اللي هو 1/7/2016. نعم، شكرا جزيلا لك على تزويدنا بهذه التفاصيل. الناطق باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري.